معانا ايضا دكتور محمد القرماني، رئيس قطاع مختبر الابحاث ببنك الطعام. بنك الطعام الحقيقه ذراع تنموي مهم جدا، هو كان يعني شريك لينا في امور كثيره تنمويه واقتصاديه. دور بنك الطعام بقى في هذه المشروعات في التحالف، وبالذات في المشروعات المتناهيه الصغر يا دكتور. مساء الخير مدام نميس، اهلا وسهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيبه. طيب الحقيقه يعني خليني قبل ما ارد على سؤال حضرتك، الحقيقه النهارده المؤتمر التحالف الوطني كان حاجه في منتهى الاهميه. اولا حضور سياده الرئيس النهارده ده جه كتكريم وتشريف لكل المؤسسات المكونه للتحالف الوطني، والحقيقه بتدينا دفعه مع بدايه العام، لانه زي ما حضرتك عارفه العام الماضي كان عام المجتمع المدني، لكن احنا خدنا رساله ضمنيه ان احنا مستمرين، وهذا العام ايضا سيكون عاما يشهد دعم من القياده السياسيه ومن الدوله للمجتمع المدني. الامر الثاني مدام نميس المهم جدا هو القيمه اللي بيعكسها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. الحقيقه عندنا عدد كبير جدا من الجمعيات الاهليه في مصر، لكن لاول مره يكون في تنسيق وشراكه وعمل جماعي واعلاء لمصلحه مصر والمواطن المصري قبل اي انتماء مؤسسي لاي من المؤسسات دي. وده اللي خلانا الحقيقه كبنك الطعام المصري نكون احد المؤسسات المدفئه للتحالف والمؤسسه له. واشتغلنا العام الماضي بشكل مكثف جدا من خلال التحالف، قدرنا نوصل لاعداد الحقيقه بتاكد على فكره انه الايد لوحدها ما بتسقفش، لما بنشتغل كلنا مع بعض بنقدر نضاعف خدماتنا. نسبة بقى مساهمتكم قد ايه في هذه المشروعات؟ هل انتوا ايضا مشاركين في مشروعات متناهية الصغر؟ احنا الحقيقه المشروعات اللي احنا بنشتغل عليها هي مشروعات تمكين صغار المزارعين، لان هي دي الاقرب لمجال تخصصنا داخل بنك الطعام. بنشتغل مع المزارعين اللي حيازه الارض الزراعيه بتاعتهم بتقل عن 3 أسنان، ودول يمكن بيشكلوا اكثر من 80 او 85% من المزارعين في مصر. بتواجههم تحديات كبيره زي ما حضرتك شفتي النهارده وسمعتي في المؤتمر، عندهم تحديات كبيره ليها علاقه بالتسويق، ليها علاقه بانتاجيه الارض الزراعيه. والسيد الرئيس النهارده اتكلم كتير جدا عن محصول محدد هو محصول القصب. فالمزارع الصغير قصاد كل المشاكل اللي بيقابلها دي محتاج دعم ومحتاج مسانده عشان يقدر يقف على رجليه ويقدر يكبر، وده اللي الحقيقه احنا اشتغلنا عليه خلال العام الماضي في بنك الطعام. بنقدم مساعدات للمزارعين في صوره دورات ارشاد زراعي، مدارس حقليه، دعم في ما يخص مدخلات الانتاج، بنقدم لهم انواع افضل من الاسمده من الموبيلات، وفي النهاية بنتعاقد معاهم على شراء كامل إنتاج المحصول بتاعهم وفقا لسعر السوق. ودي الحقيقة يمكن تعتبر من أفضل آليات التدخل مع الفلاحين. صحيح. لأنه مشكلة التسويق هي أكبر مشكلة بتواجه المزارع، إن هو ممكن ينتج لكن ما بيقدرش يسوق بسهولة، وبيتعرض في بعض الأحيان لممارسات يعني ليست جيدة في السوق. هل التبرعات قلت مع الأزمة الاقتصادية ولا وضعها إيه؟ الحقيقه لا، يعني عكس ما هو متوقع لبعض الناس ان التبرعات بتقل في وقت الازمات، لكن الحقيقه اللي احنا بنشوفه ويمكن ده اللي شفناه في وقت ازمه كورونا برضه ان التبرعات بتزيد. يمكن ده بيكون ناتج على ان الناس بتشعر بالمسؤوليه، تشعر بالمسؤوليه فعلا. يعني مظبوط مظبوط، بتشعر بالمسؤوليه وبتشعر انه اذا كنت انا في مثلا حال ميسور وبواجه صعوبات في حياتي، فما بالك بقى بالناس اللي هي احوالها اصعب. فالحقيقه ما قلتش التبرعات، وبنامل ان هي الفتره الجايه كمان ان شاء الله تزيد عن ما هو متوقع، عشان نقدر نشتغل ونقدر نوصل لكل اسره وكل بيت في مصر في كل مكان، نقدم المساعدات اللي فعلا بتخلينا نشعر انه احنا مجتمع واحد وشعب واحد، وبالتالي ما نقبلش على نفسنا ابدا ان يكون في ما بيننا شخص او اسره بيضيق بيها الحال لدرجه طلب المساعدات. شكرا محمد، دكتور محمد القرماني رئيس قطاع مختبر الابحاث ببنك الطعام.